نعم. والحديث عن هذا الموضوع نرحب بضيفنا عبر تطبيق زوم من الجزائر استاذ اللغة الإنجليزية سليمان بوداليا. اهلا وسهلا فيك. مساء الخير. اهلا مرحبا. حياك الله. اهلا وسهلا. طبعا في البداية لو تقدر تحدثنا عن اجواء امتحانات نهاية العام في الجزائر. اولا كما ترى في الصورة السيدات يرافقن ابنائهن المترشحين للامتحانات في جو من الخوف، ويعني بدل الإسناد النفسي تجد الأم خائفة على بنتها من الامتحان أو على ابنها كأنه متجه نحو جبهة الحرب. نعم. غالبا هذا ما يساهم في توتير بعض التلاميذ، لأن القضية تصبح قضية جادة جدا. نعم. وكان من المفترض طبعا أن تكون للأولياء أدوار تهدئة أكثر منها تكبير للأمر. نعم. نعم أستاذ. أستاذ بالنسبة لجالسين نسمع من الطلبة وغيرهم، كيف يشوفون أن هذه الأسئلة اللي تيهم في الامتحانات، هل هناك صعوبات واجهها بعض الطلاب في بعض المواد؟ يعني هل صعوبة الأسئلة لها دور في هذا الموضوع؟ صعوبة الأسئلة نسبية طبعا، فمن حضر جيدا أو كان محظوظا، حيث أن بعض المواضيع يركز عليها في من خلال التوقعات التي يؤكد عليها الأساتذة، فيقولون أن مثلا هذا الموضوع قد أدرج في شهادة العام الماضي ومن المستبعد أن يكون هذا العام، فهذا يستبعد من التحضيرات. بعض المرات هناك مواضيع درجت عليها امتحانات البكالوريا ألا تذكر فيها أو لا تطرح هذا النوع من الأسئلة فيها، هذه الأسئلة تكون مستبعدة. في بعض الأحيان لسبب أو لآخر تظهر تلك الأسئلة، وهنا تحدث الكارثة بحيث يصبح التوقع مشكلة كبيرة للتلاميذ الذين يلومون أساتذتهم على الأسئلة. التركيز على هذا الموضوع. نعم. طبعا الواحد يوم يمتحن ولا يدرس لازم يدرس المواد بشكل كامل بدون ما يخلي، لأن صراحة دائما نحن كطلاب يمكن الطلاب كانت تجينا عندنا المواضيع هذه، ركز على الفلاني ولا تركز على الفلاني، تلقى اللي ما ركزت عليه هو اللي طالع في الامتحان، فالموضوع جدا صراحة مزعج. لكن خلينا نتجه لوزارة التربية الوطنية، طبعا تحاول بشتى الطرق الحد من عمليات الغش لهذه السنة السابعة تقريبا على التوالي، وتقوم بقطع الانترنت خلال ساعات الامتحانات، كيف تشوف هذا القرار؟ والله رؤية الناس جميعا هو قرار مجحف لعامة الناس، يعني قضية في مكان معين في مركز إجراء لا علاقة لي به، أنا في بيتي من المفترض، أنا ليس لي هناك ابن يمتحن هذا العام، ما علاقتي بالبكالوريا؟ أنا أستاذ أحرص، ولكن هناك مصالح للناس تعطلت بسبب هذا الإجراء، وطبعا أنا أرفضه كما يرفضه كثير مني. بالفعل أستاذ، هذا الموضوع اللي أبا أسألك عنه، أن هناك جدل كبير حول هذا الموضوع في الشارع الجزائري، والبعض ينتقدون هذا القرار، هل تعتبر أن قطع الإنترنت في السنوات السابقة له دور في الحد من حالات الغش، ولهذا السبب يالسين يستمرون إلى الآن يطبقون هذا القرار؟ قد يكون ذلك، لأن مثلا حتى ولو استمر هذا الفعل الآن، يعني هناك من يغوش بدليل من يضبطون هذه الأيام، ولكن أكيد الجانب الردعي لهذا الإجراء أكيد يجعل الناس تفكر في عدم خوض التجربة خوفا من العقوبة. نعم. وبالتالي أعتقد أنه مفيد، حتى ولو أن من يكشف هذه المحاولات للغش يكون إجراء مركزي، يعني لا تكشف محليا، حيث أن اتصالات تأتي من العاصمة أو ربما من وهران أو مكان بعيد عن مدينة مثلا، يقال أنه في المكان الفلاني هناك محاولة للغش لاستعمال الفيسبوك أو كذا، ربما استعمال الفي بي آن أو شيء من هذا القبيل. يعني الخبر يأتي من خارج المركز، وبالتالي لا أعرف لماذا تقطع الإنترنت والمشكلة يمكن كشفها من خارج المركز. نعم. طبعا أيضا تم الإعلان عن إجراءات قانونية وصلت إلى حد السجن والغرامة المالية بحق أكثر من 10 أشخاص خلال امتحانات الشهادة المتوسطة والبكالوريا، من بينهم يعني خلينا نقول هؤلاء الطلاب حكم عليهم بالسجن،
هل ترى أن هذه القرارات بشكل عام مبالغ فيها؟ والله هذا أمر نسبي، لأن صحيح عدم الاتعاظ هو المشكل. يعني كيف لإنسان عاقل يرى أن هناك عقوبة لم تبقى نظرية؟ يعني السنوات الأخيرة دخل الناس فعلا السجن، على الأقل منعوا من مواصلة الامتحان وجرجروا إلى المحاكم. نعم. يعني لو كان هناك عقل ورشاد لدى الناس والممتحنين والمترشحين أو والذين يساعدونهم لا 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 ما حاولوا، ولكن الناس لا تتعظ رغم وجود تحذيرات ووجود تنفيذ لنصوص القانون، ولكن يجرؤون. لكن أعتقد هناك مفعول للقانون طبعا. نعم. رغم استمرار المخالفين، وهذا يطبق في جميع مناحي الحياة. يعني نعم. وجود قانون وجود زجر لا يعني أن الأفعال الخاطئة نعم لا شك أستاذ، ولكن في بعض الدول يعني لما يصير في موضوع الغش يحاولون أنهم يحرمون الطالب من الامتحان أو أن يلغون امتحان المادة اللي هو غش فيها. ما تعتبر أن هذا القرار شوي مشدد بما يخص السجن وأن يمسكونهم بهذه الطريقة؟ والله في هذه النقطة تحديدا ربما ما يظهر في الإعلام بخصوص العقوبات وما تبت فيه المحاكم من إجراءات ربما نسبة قليلة، لأن آلاف الطلبة يشاركون في هذه الامتحانات، والذي يعاقب يعني مجموعة صغيرة. فالأخطاء الصغيرة في الغش الكلاسيكي، الغش بالأوراق وغش الوشوشة، نعم. هذا يجري فيها تسامح مع بقرارات داخلية في مراكز الإجراء، حيث تنتهي إلى وسحب أوراق الغش ورميها. يعني هذا نوع، ولكن ما يكتشف عن طريق الوسائل التقنية هذا لا يحدث فيه تسامح، لأنه خارج المركز ويتحمل مسؤوليته الجميع، وبالتالي يعني هناك رحمة مهما. نعم لا شك أستاذ، شكرا لك. طبعا كل الشكر لك على هذه المعلومات الطيبة الأستاذ اللغة الإنجليزية سليمان أبو داليا، ونتمنى إن شاء الله لكل الطلاب في الجزائر التوفيق بإذن الله، ما في ولا واحد يمسك في الغش ويستمرون بشكل جميل. الله يوفقكم جميعا.